مرحبا واهلا وسهلا فيكم والسلام للجميع. في سؤال بيسألوه كثير خاصة القادمين الجدد، قديش بدنا ناخذ child benefits اللي هي المبالغ اللي بتدفعها الحكومة لدعم الأطفال في كندا؟ حورجيكم الآن بالتفصيل في موقع أو صفحة على موقع الحكومة الكندية بساعدك ب حساب المبلغ بالضبط قديش اللي حتحصل عليه إذا كل الأرقام اللي بتحطها صحيحة. خليكم معنا بعد الفاصل إن شاء الله نشوفكم في حلقات ثانية. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. طبعا اذا بتروح على جوجل وبتكتب Canada Child Benefits Canada Child Benefit Calculator او Calculate بيطلع لك هذا، او CCB Calculator CCB Calculator بيطلع لك هذا الموقع دايركت، وبتدخل عليه بكل سهولة بيحكي لك انه شو الطريقة وشو المواصفات، وهون التغيرات اللي صارت. طبعا بشكل عام بدك تدخل انت على اهم شيء الكالكوليتر، هون ديسكليمر اديشن تقول اكسبت، وهون تحكي مثلا بده بيسالك بالتاكس يير تبعت السنه الماضيه. طبعا احنا هلا في 2019 فبيسالك على 2018 بتدخلها اذا انت عايش في كندا ولا عايش برا كندا. إذا عايش برا كندا أنت كندي يعني وعايش برا كندا إلها نوعين، خلينا نحكي إنك عايش في كندا تكتب المقاطعة اللي أنت فيها مثلا بأنتاريو، هاي كمان كويسة عشان تعرفوا إذا بتروح على مقاطعة تانية قديش الحالة الاجتماعية، إذا منفصل، إذا عايش مع شخص بدون زواج، إذا متزوج، إذا عفوا إذا بس منفصلين بدون طلاق، هذه الأولى طلاق، هذه إذا لحالك أو متوفي زوج أو الزوجة. خلينا نحكي إنه مارد، يعني هذه الشغلة الطبيعية، الله يحفظنا عائلاتنا كلنا. قديش عدد الأطفال؟ نحكي إنه عندنا 2 مثلا. أوكي، الأعمار، تاريخ الميلاد بشكل عام نحكي 1 ب2007 شهر 1/1 هذا تاريخ ميلادك انت، نحكي 1980 1/1، والزوجة 1982 1/1. اسم الولد الاول هذا نحكي مو تاريخ ميلاده 2008 شهر 1/1، كل العيلة بشهر 1. طبعا اذا هذا الولد ديسيبل يعني مقعد، لا، اذا في شيرد كاستدي، اذا في طلاق وفي محكمة وفي شيرد كاستدي، لا. طيب 2012 برضو 1/1 راح يسألك هل هو مقعد وهل في شير كاستدي، لا. add this child بتضيف الولد، هاي صاروا عندنا الولدين موسام، بنروح على next. هلا بيسألك في 2018 بالتاكس ريتيرن تبعك قديش كان your income. خلينا نحكي انه عادة الجايين الجداد بكون صفر. اوكي، زوجتك قديش دخلها؟ صفر. الانكم باليو يو اس اس بي هذه مكتوبه شو هي، اللي هو يونيفرسال تشايلد كير بينيفيتس صفر، ريبليسمنت صفر، نيكست. هذا للقادمين الجدد. طبعا رنت باي فور يور برينسيبال، هذا اذا انت بتستاجر، نحكي 1800. Property tax paid on principal, your principal residence. عادة ما بتدفع أي tax أنت. Energy cost نحكي for your principal residence on a reserve in Ontario. طبعا هذا شوف
الريزيرف، الريزيرف انت مش عايش في ريزيرف، فاكيد راح يكون صفر. وامونت يو بيد، هذه فاتورة الكهرباء في الريزيرف. الريزيرف يا جماعة هذه بس للانديجينس بيبول، للانديان. اذا هذا بتدفع ل لونج تيرم، اذا انت عايش في شمال انتاريو لا، اذا انت do you live in a student's residence، اذا انت عايش مع طلاب لا. طيب كندا work benefits، would you like to answer some questions، no. هذه راح تدخلك في متاهة ثانية. طيب هذا التوتال اللي راح يجيك ل 16500 اذا انت عايش في انتاريو، وهذه المواصفات اللي عليك للولدين 16500 بالسنه. اوكي، لو رجعنا ونعمل نفس الحركه بس نشوف مقاطعه ثانيه 2000 اعتقد، سوري يس 2018 اي ليف، خلينا هون نغير المقاطعه يس yes. نفس المعلومات حنحطها، هتتذكر اذا حفظهم ولد تو و يس هيهم اثنين موجودين الولدين حافظهم نفس الهاي نو no. في مقاطعة كيبيك راح يطلع لك 12,089 دولار، بس بدك تنتبه انه مقاطعة كيبيك راح تعطيك مبالغ اضافية من عند المقاطعة، يعني المقاطعة إلها مبالغ تجيك لحالها، فهذا المبلغ تحسبه عند المقاطعة بس. هذا فهذه الحسبة اللي بتساعدك إنك تعرف أي مقاطعة قديش بتدفع لك الحكومة فيها، وكيف المبالغ اللي راح تجيك على الشايلد بنفيت. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.